ونبدأ نشرتنا الرياضية. اختتم المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الثاني على استاد برج العرب، وده كان في اسكندرية في إطار الاستعداد للمباريات الودية اللي هيلعبها المنتخب مع النيجر وليبيريا. وتدربت لعيبة المنتخب على بعض الجمل التكتيكية وتدريبات فردية لحراس المرمى. البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي وضع الرتوش الأخيرة على معسكر المنتخب، واللي هينطلق النهاردة علشان الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة، وده هيكون في شهر يوليو السنة الجاية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. تم تدويك زمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية، وده كان في نهائي منافسات بطولة العالم اللي اتلعبت في صربيا. وبكده طبعا سمر حمزة أول لاعبة مصرية بتحصد فضية بطولة العالم في تاريخ المشاركة النسائية في لعبة المصارعة. نروح لنتائج مباريات دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوز على فريق بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي اتلعبت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة دوري الأبطال. وبالنتيجة دي بينفرد مانشستر سيتي بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبروسيا دورتموند في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط. كمان حقق ريال مدريد الفوز على فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الستة من دوري الأبطال. وبكده اتصدر الريال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ولايبزيج بدون أي رصيد في المركز الرابع والأخير. فاز فريق ميلان الإيطالي على فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة. وبكده بيتصدر ميلان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقط، ودينامو زغرب في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقط. فريق يوفنتوس الإيطالي خسر من بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي لعبوها امبارح في الجولة الثانية من دور المجموعات. بالنتيجة دي اتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، وبنفيكا في المركز الثاني واليوفي في المركز الثالث. أما تشيلسي الإنجليزي فتعادل مع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي لعبوها ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. حصد تشيلسي نقطته الأولى في المجموعة وبيحتل المركز الرابع، وكمان رفع سالزبورغ رصيده للنقطة الثانية في المركز الثالث. مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.